عمكم ستيف كما قلت لكم خسرت 813 مليون على القمار في زوز ايامتها كهو، لكن القصه والطريقه اللي خسر بها باش توريكم قداش القمار حاجه خايبه على الاخر، قداش هي حاجه برسمي لازمكم تبعدوا عليها بعدين على الاباجوره اللي هي من تيليا خطر بعيده برشا معناها هي انتم لازمكم تبعدوا ابعد فهمت خطر برسمي بعيده شوفوا مع تبعوني يا تبعون بعيدة برشا علي هاي عسلام ومرحبا بكم في فيديو جديد. في الشنة ذي استنسنا بالعبيد اللي يعملوا برشا فلوس، بالعبيد اللي الفلوس دخلتهم للحبس، بالعبيد اللي تعطي وتعمل الخير وما يهمهاش بالفلوس جملة واحدة. أما اليوم باش نتعرفوا على نوع آخر من العبيد. النوع ذي ماكش تلقى منه زوز، إنسان امبوسيبل تلقى كيفه. ستيف ذي إنسان مهبول، ما عندوش ليميت في حياته. ساعات أنت تجيب تعمل حاجة مهبولة على الآخر، أما تقول لا لي برو لا ماما لازمك بالرسمي تخف عند حدك، لازمك تفيق على وضع. هو ما يهموش، ما عمره ما يفيق على وضع، على خاطر ما عمره ما كان على وضع، واللي هي حاجة عادية على الآخر، على خاطر ما عمره ما كان على وضع، وما عمره ما كان في وعيه. الإنسان ذي الكوليك لسمه، معناها أمور جزوز ما فادلكش. بينسوا الجزوز نتاع البرة مش نتاعنا نحن. الجزوز اللي دخل دايرة للحبس. أنا فما ثلاثة حاجات ننصحكم تبعدوا عليهم، ومهما يصير في حياتكم ردوا بالكم تيحولوا، خاطر إذا كان تحتوا راهو صعيب برشا أنكم تاخذوا. وثلاثة حاجات هذم هما الحاجات اللي عايش بهم ستيف. البطل اللي خسر مليار في نهاري 300,000 دولار، بون الحقيقة هما 813 مليون، أما بليش مازال على 200 مليون معناها باش يولي مليار. أبريت وحكي فارغة عنده هو 200 مليون ولا 300 مليون ولا مليار 800 كله كيف دونك ما يسالش، نقولوا مليار. المليار اللي خسروا ستيف، وتو نقول لكم كيفاش خسرهم. أنا واحد من الناس كان المصروف نتاعي نصرفه في نهارين، نحس روحي أكثر إنسان متبذخ في التاريخ. وسيد ستيف صار في مليار في نهارين ومازال عايش عادي معناها. بو مش صار أشخاص كان جاي صرفهم فسدهم هكاكا معناها. تو نحكي لكم كيفاه، تو نحكي لكم. أنا كان يعطيوني المليار اللي فسدوا ستيف نشري فيلا بالبيسين وسيارة فخمة ونحل مشروع مش نورمال. باغ إكزومبل نجم نعمل بروية مراوب واللي ندخلوا من المراوب نفرح بيه عائلتي وأصحابي وأقاربي والناس الكل ونزيد نعمل لكم أنتوما جيف أواي وقولوا أمين خاي وعلى الفازة أبدو تو وحطوا لايك. كنت نحكي لكم على ثلاثة حاجات لازم تبعدوا عليهم في حياتكم الكل. الحاجة الأولى ابعدوا على الدخان، خاطروا بالرسمي حاجة خايبة على الاخر ومش باهي لصحتكم وباش يعذبكم برشا في حياتكم. أو باكو الدخان مكتوب عليه مضر بالصحة وأنت تقرا مضر بالصحة وتتكيفوا، ما فهمتش كيفاش؟ سامحني فيك صديق، بطل الدخان. الناس الكل ينجموا يبطلوا الدخان، كان إنسان بركة في البشرية هذي الكل اللي هو ستيف. الحاجة الثانية اللي ما نجمش يبطلها واللي كيف كيف ننصحكم أنه تبعدوا عليها هي الجازوز اللي حكينا عليه من بكري، المشروبات الكحولية، خاطر ديما يقولوها الشراب خراب وزيد حسب نسمع في الأسوام ياسر غالي، علاش المصروف ازاي؟ لين الخسارة، خبيوا الفلوس واجمع المال وتبرعوا بها من حديقة الحيوانات، خلي شوفوا حل الأسد مسكين، طاح قدره كي جا تونس. حتى من صوته بحر الاسد ولا يبكي مسكين. انا واحد من سخفني الو بيبي اخر مره نخرج على موضوع اوكي حطيت لايك انت مريق البي اي باي بيبي اي باي. الحاجه الثالثه اللي قلت لكم ابعدوا عليها كل البعد هي القمار وكل انواع القمار، من الخفيف للعيار الثقيل كيما العيار اللي يلعب به خونا ستيف، من البلانيت والبروموسبور والفاست هذوك الكل للكازينوات والكباريات والطاولات والقعدات، خاطر كيف كيف خراب بيوت. عمكم ستيف ما عندوش مع البروموسبور وما عندوش مع البلانيت، خاطرهم حاجات بالنسبه لي هو ما يربحوش برشا وهو يحب الضرب الصحيح، هذاك علاش هو جو كازينوات. عمكم ستيف كيما قلت لكم خسر 813 مليون على القمار في زوز ايامتها كهو، لكن القصه والطريقه اللي خسر بها باش توريكم قداش القمار حاجه خايبه على الاخر، قداش هي حاجه برسمي لازمكم تبعدوا عليها بعدين على الاباجوره اللي هي من تيليا خطر بعيده برشا معناها هي انتم لازمكم تبعدوا ابعد فهمت خطر برسمي بعيده. قبل بيامات ملي تصير حادثه 813 مليون ستيف كانت حاله معها على الاخر، ربح 217 مليون انهار له، 217 مليون اخرين انهار ثاني، و162 مليون انهار ثالث، وكلهم فلوس حرام معناها من غير ما تخمم انت تقول اه القمار مربح دونك خليني نمشي نجرب نلعب، لا الكل فلوس حرام وفلوس الحرام ما تثمرش. وتو في اخر فيديو تنوريكم كيفاش ما تثمرش، القمار حرام والشراب خراب وربي بعد علينا ولاد. الو هاي باي. وبعد 3 ايام هذوما المزهرين خسر ستيف 81 مليون دونك ولا في رصيده 488 مليون والكلهم فلوس حرام مره اخرى. خرج فرحان من الفيلا نتاعو ديريكسيون لاس فيغاس باش يحتفل بعيد ميلاد صديقه، وقال مادام انا حاله معايا برا خناخذ طياره بريفي، وخذ جيت بريفي. في الطياره مازالت معنوياته مرتفعه ومازال عنده برشا ثقه في روحه وبرشا ثقه في مكتوب. كما تعرفوا لاس فيغاس هي مدينه الكازينوات والقمار. عمك ستيف يحكي هو زميله وقالوا الفيديو هذا بقدره ربي باش نسميوه كيفاش ربحت 100,000 دولار في نهار، معناها السيد معامل باش يربح 300 مليون تونسي في نهار ويروح فرحا مسرورا كما جاء لاس فيغاس فرحا مسرورا، لكن وقع ما لم يكن في الحسبان. وذي الحاجه الاولى الخايبه في القمار اللي كي تربح مره يولي مش في بالك ديما باش تحل معاك وديما باش تولي تعكعك وديما باش تولي تربح وباش تهز اموال الدنيا الكل، اما كي تخسر يمشي في بالك اللي تنجم تعاود تلعب وتعوض اللي خسرته وتزيد تدخل في الربح. وركزوني مع الفاز الثاني بالكدا، خاطر هذاك هو اللي مشى في مخ ستيف وذاك اللي باش يوصل ستيف لحاله حرجه جدا. وتوا خلينا ندخل في الاحراج بارت 1 باش تدخلوا بعضكم شويه بنوامر ونرمي المؤلي باش تسمعوه باش يكرهكم في القمار على الاخر كيما صار لي انا. ما عمري ما قمرت وما
عمري ماني مش نقمر حياتي الكل من غدوه صبح. بعد ما وصل مشي ستيف للكازينو بثلاثة ملايين اخسر يا اخي. تسلف 9 ملايين من الكازينو واخسرهم الكل. بعد تسلف 15 مليون واخسرهم الكل. بعد عاود تسلف من الكازينو 30 مليون واخسرهم الكل مره اخرى. خلاص القول دخل ب 3 ملايين وروح موصل ترقدش من مليون. وهل انه ستيف باش يندم ويروح وما عادش يرجع جمله واحده؟ هل انه ستيف باش ياخذ طياره مره اخرى ويرجع منين جاي؟ وهل انه ستيف ما عادش باش يقمر حتى مره في حياته؟ للاسف الشديد ستيف ما يندمش. في فيديو ابو فلا وفي فيديو دايلر قلنا إيه القرار اللي خذوه كان احسن قرار في حياته. لكن الفيديو هذا القرار اللي باش ياخذه ستيف باش يكون اخيب قرار خذاه في حياته. لعب 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 لعبهم الكل. اكتيف مشي للالعاب الكل في الكازينو ولعب وخسر برشا فلوس. كل مره يخسر لين فلوسه كل راحت. وقال الجمله الشهيره كل ما تخسر في لعبه تسلف فلوس من عند الكازينو وعاود العب تو يرجعوا لك فلوس. وافكتيفمون تسلف فلوس من الكازينو 30 مليون. صديقه اللي كانت عنده ثقه عاميه فيه قال له شوف ستيف برجو ليا لازمك تطلع للشامبري نتاعك وتشد فلوسك وما عادش تخرج من غادي جمله. غطي روحك بالبطانيه واركش معني فك عليك ماكش تربح خاطر برجو ليا ماكش متعربح اليوم ماكش متعربح ولازمك تبدا تخمم في حياتك وفي مصير خاطر تعرفهم جماعه الكازينو وما يرحموش خاطر تدخل في الروج ومش في الروج بركه غرق فيه الروج هكا لنا الروج. عمل هكا ستيف خمم شويه نتاع ثاني خاطر برسم ما خممش. قال لهم برجو ليا باش نتسلف 30 مليون. وشنيا صار بعد ما خسر هذاك الكل وبعد السلسله نتاع الخسارات نتاعو والهزيمه وسلف عاود خسر مره اخرى. في الاجمال بعد ذاك الكل خسر ستيف 70 مليون في بعض الساعات. مشي عمك ستيف طلع للشامبري نتاعو وجاب لهم 190 مليون وعمل استراتيجيه مش نورمال. يمشي يلعب في طاوله يرجع اللي خسره وبعد يمشي لطاوله اخرى ويلعب غادي وبعد يدخل في الربح. وكيما قلت لكم الاستراتيجيه الاولى نتاع ستيف كانت فاشله على الاخر وستيف ما حبش يفهم اللي الاستراتيجيه اللي يعمل فيهم كلهم فاشلين. يا اخي يلا غاد صاحبه للمره ال 5000 قال له يا برو فك علي راك باش تبيلكنا راك باش تقتلنا راهم جماعه الكازينو باش يقتلونا خاطر طاح يتسلف 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 من الكازينو تسلف برشا دولارات. وبعد هما هابطين للكازينو مره اخرى قال له صاحبه راني شمامه قارصه. وافكتيفمون يا ليت وسمع كلام صحابه الكل. هبطوا من الاسانسور وتوجهوا لطاوله الخمار كناس الملاح وخسر فلوسه الكل. الاستراتيجي نتاعو نتاع نمشي للطاوله ودرشني ونرجع ونهبط ونطلع الكل فاشله. خسر 86 مليون كاش هكا وراق معنا وقعد مسال في 80 مليون. عنده صديقه اخر ماهوش معاه حتى هو عنده مع القمار وعنده برشا فلوس كانوا عاملين باش يلعبوا من غدو مع بعض. يا اخي بعث الميساج ستيف قال له يا برو بارامو انا خسرت فلوسي الكل وظهر لي ما عادش باش يلعب جمله واحده الى ان ياتي ما يخالف ذلك خاطر ديجا دخل في الفروج معناها دخل فهمتني في السلف. يا اخي قال له صديقه قداش خسر؟ قال له ستيف راني مسال في 80 مليون معناها لا غالب مسال في 80 مليون من الكازينو. يا اخي صديقه قال له اقعد غادي هاني جاي ما تتحركش من بلاصتك خليها عليا صاحبي انا نجي غادي ونفضل لك امور اجا معايا وسط. وكي وصل للكازينو قال له شوف ستيف حاجتي يا اما نرجعوا لك فلوسك والا باش تاكل بعض هلا بارسا ما فما حتى حل اخر يا يرجعوا الفلوس يا يرجعوا الفلوس شنو اقصد ولا وطلعوا شنو صار عاودوا خسروا لا لا فاتلك عليكم عاد شنو عاد مش هكاك بوم شوف خسروا 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 مش معناها ينجموا يربحوا معناها. لعب صاحب ستيف اللي جا وانقلو ورجع له فلوسه اللي سلهم له الكازينو. شوفوا صديقه معناها صديق ستيف جا لعب دور فتيات القوه انقذ الوضع وروح. لكن ستيف توا باش يلعب دور موجو جوجو الغبي شرير البهيم اللي ما يعرفش يخمم اللي شو يقول فامي واللي باش يدخل الوضع في حيط مره اخرى. يا ستيف كان جوك به فلوسك رجعت لك رجع الكونتور نتاعك صفر ايش لاز حما يغني وايش لاز ستيف يقمر. بعد ما خسر برشا ملايين وجا صاحبه منعه قرر انه يعاود يلعب وخسرهم الكل وعاود دخل في الروج من الاول جديد وصل حتى تسلف 50 مليون من الكازينو على امل انه يرجع وين كان وخسرهم الكل. مانيش باش نطول عليكم ونزيد نهبلكم بالملايين خاطر انا برجولية هبلت تو بديت فديت برجولية من الملايين هذوما الكل اللي قاعد يخسر فيهم ستيف. الله لا تربحك ستيف لعب وخسر وتسلف فلوس من الكازينو وقعد موسى جا صديق ولعب ومنع ورجع له الفلوس ومشى على روحه. يا اخي ستيف ضرب وطمعه وعاود لعب وخسر الفلوس الكل وقعد موسى. فينا المون قرر ستيف انه يروح يطلع للشامبري نتاعو يقعد غادي يقعد يغرد ويبكي على خاطر برسمي تو مع سي معني سي مع نجم يعمل حد شيء. لكن من غدوه يعاود ستيف يقمر اونلاين يقمر على الانترنت. يا اخي طلعوا شنو صار عاود خسر مره اخرى. يا ربي ما يفهمش روحه ستيف ما تفهمش ستيف علاش تعب فيا عليه هكا عليه تعبتني مونتالمون مورالمون فيزيكمون بسيشيكمون كلهم تعبتني. بعد ما في اول فيديو قال اللي هو جاوا 3 ايام وهو يربح ورا بعضه كمل الفيديو وقال لنا اللي جاوا 3 ايام وهو يخسر ورا بعضه والخساره نتاعو وصلت ل 813 مليون واللي هي حاجه توجع برشا برشا. برجو لي منحب حتى بشر فيكم يدخل في مداخل هذه ردوا بالكم تقمروا ولو ب 100 فرانك راهو القمار خراب وخراب قلوب زاد خاطر انا برسمي قلبي تخرب بعد ما سمعت هذا الكل. وانا متاكد اللي ستيف توا في قلبه احاسيس الله لا يوريها لحبايب حاسيلو ان شاء الله تكونوا عملتوا جو في الفيديو هذا. انا توا مخرت له داخل بعضي بنوامر اللي سمعت بالرسمي مخي باش ينفجر معني شوف لعبيت كيفاش تلعب بالملايين. ما تنساوش باش نتوما تخليوا لايك تعملوا سبسكرايب وتفعلوا خاصيه الجرس باش ما يفوتكم حتى جديد وكها فولمي على انستغرام فولمي على باز شير لايك سبسكرايب خليكم كومنتير مزيان كيفكم ان سي يو ان ذا نيكست فيديو بيس. All them out of my knee feeding, I don't wanna go Bombi. Them I don't know what I do when I go from Beeling. Leading the pack in black and I'm on with the bag. Snapping with a phone and dab. Boss up a man with a duster. Put him in a drip and sip blockbuster.